الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في حلقة جديدة من عجنها عجن. ضيف الحلقة ضيف خفيف على قلوبنا إن شاء الله، وهو الفنان علي مهنة. علي مهنة مواليد 1968، متزوج طبعا ما شاء الله، عنده 6 أولاد، 3 بنات و3 أولاد. طبعا والابن الأكبر وهو حسين، فينادونه ويلقبونه أبو حسين. أبو حسين من مواليد المنامة، سكن في سترة والحين من سكان مدينة حمد. نرحب عزيزنا أبو حسين. حيا الله أبو حسين. الله يسلمك يا حبيبي. طبعا نرحب بك بهالبرنامج المتواضع. الله يسلمك. الله يسلمك. إنزين، طبعا فكرة البرنامج سهلة بسيطة. هي فكرة وش؟ إنه بنعطيك طبخة. ترى أنا أخيب واحد في الطبخ. فش غششني يقول لي وش الطبخة وش هذا؟ عارف الموضوع، أنا دشيت على حسابكم شفت الموضوع إنه فيها طباخ، بس على الأقل يعني تغششني. ما على ما على باساعك، تستاهل أبو حسين. على المشكلة إن حظي نحس، تدري لو بقول لك يعني في سالفة الحين اتصال، أنا بيني وبينك بتصل لكن متأكد 100% ما بيشيله، بيقول لك نايم، والله ما شافه، والله هذا. أنا في دمك الخبازة أشوفها قدامي ما عليها أحد، توني بعطي ربي إلا 2 قدامي. والله العظيم أجلد على الله. لا على الله إن شاء الله. يلا ربك. إنزين، وش تتوقع الطبخة؟ طبخة خلني أعرف أنا أسويها. تعال أتوقع. يلا بعد أعطيك إياها. هالأيام واجي يسوونها جديدة شوي، مو جديدة هالسنة، يعني هالسنة سنتين صار لها كذي 7 سنين. يحبون هالبنات ولا الأولاد؟ البنات والجدد. الجدد يحبون. الجدد وش اسمه؟ إيه صوبها. هي صوبها جاينز ملاني. يطلع معنا. لا لا ملاني مو صوبها. بيت طماطة تبع للعادة. لا لا انت من قلت السباجيتي هي صوبها؟ صوبها سباجيتي بالاسامي، هذا هو ولا يعرف ياكلها هو سباجيتي. ايه هذه هي هذه ايش يسمونها؟ حرف الباء عليها الجبنه. بالضبط عليها الجبنه. عليها الجبنه. والله اليوم متكلمين عنها باستا. الله اكبر اخوي. باستا. ايه هذه. انزين وش تتوقع امورك يا الباستا؟ انا اشوفه يعني انه يحطون فيه فوقها جبن ونفس البلاليط، هي شكلها بس فوقها يمكن طماطات كذي. اوكي. بهالامور الفلفل الكبار بالضبط. انزين اليوم احنا مسويين للمتابعين مفاجأة. جايبين للضيف مالنا ابو حسين. انت اول واحد نسويه. اخر شفني؟ لا هذا عن الطباخ وحركات. طباخ اكو الا كنا مال ميكانيك. لا لا ايوه اي تعبس مريول هذا باقي لنا دلالتين. اذا انت عندك الحين بتقول لنا اسماء اغراض نجيبهم. معكرونه وطماطه صلصه فلفل البارد والجبن هذا اللي توصلته يعني بلا بعد الدهن شوي. صلصة اخوي ماخذ من الرخيص. ها اوكي يلا اخوي مال عشاكم جبتها هني. اي له كذي السيستم هنا. هذا بنتصل لسيد حسين القمر، هذا طباخ اعرف حظي. كل لحظه ترد علي يا حما بترد يا حبيبي. يجي في الليله سامحني اخوي والله العظيم. رد سيد احنا متفرق. هاي الصديق وقت الضيق. هلا هلا انت جاهزات للبرنامج صديق وقت الضيق؟ متأكد؟ اتصل ارفع عليك. اتصل خذ راحتك. اهلا. انا غرقان في البحر من زمان مات. شوف لنا مكان غير. كل ما بردونا معي. لا تردوه. لا تردوه. نشوف بعد ابو سجاد. هاي طباخ بعد. هذا انا في برنامج وكل ما بردونا. لو مجود في مركز. ابو سجاد. ابو سجاد سؤال، انا في برنامج بغيت مساعدتك اخوي. الباستا وش مكوناتها؟ انا جبت معجون هذا طماطه والمعكرونه والجبن والملح والدهن، وش باقي بعد؟ كريمه الطبخ. اوكي كريمه الطبخ وبعد كوسه شرايح. كوسه شرايح. اوكي دجاج صغار مقطع كله باستا العمل فقع مال فريق. زين بعد فلفل مجروح. فلفل مجروح.
ما في مشكله. مجروش عم بالي مجروح بعد فلفل احبه. أوكي. يلا اوكي زين. شلون هذا الحين المعكرونه احطه في ماي؟ شلون اضبط صويه؟ اوكي اوكي اخوي توكلنا على الله. مشكور يا حبيبي، رحم الله والديك. كم من نومك يا اخوي؟ كم دفي قعدت من النوم مسكين مسكين. خلينا نحطه على التوله لين ما يطبخ. شغل يتراولي افضل حلقه. انا ما عم بايز زين، وش رايك؟ ها؟ عم بين وبينك ما بخسركم. لا لا يا بكبر اخي. يا رخيص اخوي، جاي بيجوا بالماكلين عشاكم. ترك اخوي، ترك عنك. لحست لحس بالقفشين. لا لا. شو عوده؟ شهر ضال لي اياهم. وين ما انتفخه؟ انتفخت جاهل. هاي بلا وقت اخوي الطباخ صدق يعني صدق. يسوون طبخات يطلعون روحهم هم ما يعرفون. والله العظيم سوي لك دور لك. هي يا زعم سهله، هذه سهله. ازال اعرف طباخ. اسمع، طماطيتين وفلفلتين باردين وكوستين جيبهم وخلاص. هذا هو قال الطبخه وما يعرفكم كونها. يبوا يسوون روح فنان علي. سووا الباستا يا جماعه الخير. هذا هم حتى هم ما يعرفون مكونات، بس اتصلت لصديق وقال لي الباستا وش تبوي وبسويها. لكن الحين المشكله مو مشكله كذي يا جماعه، هذه المعكرونه مين راضي ناضجه ولا عارف وش تسوي. اكو المكونات طلعوا جبن مال عشاهم، جابوا زيت الزيتون، معكرونه، جبن. زين ابو حسين، بداياتك سنه 94 تقريبا، وش اللي طلع في بالك هذه فكرة تقليد اللهجات؟ لا هي السالفة سالفة كلها مداعبة كانت. حلو. يعني قعدت تتمازح هي هذا وتتمازح هي هذا. ايه. ما طلع عليه طلع لنا هالبريد الصوتي. حلو. ايك عادة حين يعني بعد ما اعرف احب انا. هذا حاط لي شعر وهذا حاط لي موال. اي انا عاد وش سويت؟ واحد هزلي صاير حطيت لي اغنية هندية. حلو. اي كانوا المهم حاجية اللي عندي سمعت اتصلت لي من تليفون بند وصلها المسج حاط اغنيه قومت علي الدين والدنيا. ليش حاط حرام وهذا وغاني ودغ؟ زين يلا شلنا انا دندن على هذه سعيده والغنمه كذي. اوكي الحج وهذا خليتها صراحه يعني فعلوا. ايه يعني اسبوع اسبوعين اتصل لي واحد من بتلكو قال لي نبي نسمع البريد الصوتي. اسمع اتصل ثاني اتصل ثاني اقول لك ما ادت شهر الا التليفون واجد مكالمات حتى من برا البحرين. ابتدت هذه السالفه الى مده 5 سنوات 24 ساعه كان يرن. حتى مره من المرات اخوي تليفون كله يرن كله يرن. وقفت لواحد شايب شو اسمه واقف في الشارع مشيته وهو يرن يرن وانا ماشي لان اعرف انه هو جاي حق المسجات. ضحكني الشايب اللي يسوي رد عليها رد عليها. صايدني فكر صايدني. ما لناش خلله؟ ما ادري تشوفه انت ادرى ابو حسين انت تقدر تقدر كل شيء تحط عليه انت. انا اقول لك خايب حط في كل شيء. هذه شلون يقطعونها؟ شرايح كذي نفس الجزر؟ نفس الخيار يعني الجزر. انا كنت يعني محاسب حساب ان انا بجي البرنامج في طباخ وهذا، بس صدق يعني في هاللحظه حسيت في متعه. في متعه؟ اي والله ما اقول حسيت في متعه. يشوفون البيت عم يقول بتطبخ ليلنا. زين ابو حسين اول لهجه بديت بها وايش؟ اول لهجه ابوي العود الله يرحمه برحمه. الله يرحمه. ولحين محتفظ به لان هذه اللهجه العزيزه علي ابوي العود وخالتي اللهجه القرويه البحت. اشوف ابويا الله يرحمه يجي لامي شلون يكلمها يتقلقل يتقلقل كانها تتذكر السياير الدتسون الاول في الشتاء ما تسخن. ابوي اما كذي فتالي المكان اللي انا قاعد فيه فيه لهجات. احنا عشنا في سكان سترا. سكان سترا فيها من المنامه فيها من سترا فيها من شارع بديع في نوعه. عشت سنين عمري انا وانا صغير الى ما كبرت
ويا هادلين يعني، فيجيك ساعات يطلع لك يقول لك لا واحد تقول عنه غير، والله هي لهجة يعني ما تضر. سنة كم بديت الحملة أبو حسين؟ أنا من قبل أروح هي الحملات، بس من طلع تقاعد يعني 2013 ابتديت كلها السفر هي كلها خليتها. يا الله لا عشاكم منه لا تخاف أخوي، وكان تحصل لك بعد عافية ما سلمانية لأن كلها سهال. وش رايك اخوي يبين عليها اخوي؟ انزين هذا متى بنحط له بياض؟ انت ما عليك انت اخوي مستعجل لي على الابيض هذا. هذا خلنا نعرفه اول، ويش هذا؟ كريمة الطبخ. انزين حطه فوق الحين. اول سفره للحمله وين؟ سيدا العراق، سيدا الحسين. اي سوريا. سوريا المدينه. سوريا انت عشق اياها ابو. يقول وشو؟ وصلنا. ونزلنا كل واحد منا تعبان وكل واحد منا وسكلنا. صح هذا يعني اروش دران يقولون زين ابو الهريس حج خميس ابو الهريس. عطنا تفاصيل السفر وياك. انا مقاول راقي راقي والاكل عندي بوفيه بوفيه جوازك وبيزاتك الله بسرعه والله فوتو احسن معامله واكل عدل بالنهايه على الحرم تطل وكل مكان غنم باع. اخوي لا تطل بفاجئك اخوي لا تطل لا تطل لا 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 تطل اخوي يا عمرك قد الليله في السلمانية. صور اخوي صور. انا هيك ولا انا خايف مو خايف اكسرت باستا صيد. اعطني قفشه صغيره حق تذوق اخوي. وهذا ما خليناه في المحلول ما يسمونه الفلفله. ايه هذا حار ما ينباه. يا دل عادي لعبتي هذه اخوي. لا لا بعد بلاها بس شوي اخوي. صدقه مضبوطه ها عشاك اللي بلاك تدري اخوي من الحين طرش فلافل ربيع الخبز. كيف ناكلها بخبز؟ حد تاكلها بخبز اخوي. برافو عليك ابو حسين. انزين ابو حسين وش عندك اصدارات غير زوار؟ زوار وضحك وقهر و في سيدي زمن شريط قديم ابتسامات اللي يقول في ياهل مضيعينه. ايه صدقي قديم هاي الاوليين يعني اللي كانت المسجات. ايه انا سويت الرسوم اول شيء جماعه نسيت اسمه والله الله يذكره بالخير من في الجزيره. بس تالي سويت يوسف القصير. يوسف القصير الحين في فيديوهات. ايه هذا سويناهم حق كانت حق تلفزيون البحرين. ايه عاد والله العظيم خلني بحالك الا تغصبني ابو امام بيتزوج. ما تبين تتزوجين حقوه. عجبك الطباخ ابو حسين؟ والله حليو صدقي والله كنت خايف صراحه ساعات انك ممكن تنحرج ممكن هذا والله شو طلع سهل يعني. لا لا اصبر هو بتذوق. لا اوكي بشوف من ماله وهذا صار حار شوي ما في مشكله بس ملاحته حلوه. الطبخه حلوه هي طبخ مجنون خلاص. وهذا انا عليه كفيت اخوي. هلا والله فيكم اكو. سويت الباستا طالعوا يا جماعة طالعوا ايش حلاوتها. طالعوا لا تقولون بعد ان مو انا لا انا انا اللي سويتها. وكبها طالع يا حبيب يا تفضلوا. باستتنا لذيذة وحلوة على قولة المصريين ده 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 باستا حلوة. الحين يا جماعة الشيء الأهم أنا مسوي لنا بقول أكيد لذيذة بس الجماعة الحين بيتضوقون وش بيقولون دفع. هذا أصعب شيء إن أنا أخوي بنشف. أخوي لا تقول ما عجبك. لا ما كنت تعود على عشاكم كيمر وحنها معي على أخوي.
وجهك خوف خوفتني. لا بس بالعكس بالعكس ابو حسين صراحة ما اتوقع طعمها كذي. روح شوف الخباز في الرياض روح. حرارتها بعد مضبوطة ترى. مضبوطة حرارتها ملحتها. انا عندي واجد مضبوط. خلنا بنشيك الفلفلة. الفلفلة باردة ليه؟ ما نضج بس هي ما نضجت ها؟ ما نضجت؟ خشنة. قلت لك بخليها من وقت لي لا. هذا ابو حسين منقصك على ما نضجت. نعم. اهم شيء لازم لا لذيذ. احلى بدمك طالع اخوي. طالعوا يا جماعه اشهدوا بالعقل. احلى باعت هذي. هذي وش داره؟ هذا الخباز مو لنا. هذا المكان لنا. ها. وش فرقة ترى للدهني اخوي؟ للدهني مئة. كم تتوقع ابو حسين؟ على هالتعب هذا 7.5. لا لا ابو حسين ظلمت روحك. والله ظلمت روحي يا ابوي. 7.5 لوين؟ كم زاد تعطيني؟ 8.5. الله اكبر. وات از يور نيم؟ وات از يور نيم؟ ساعات زايدنا نص خلي 9. 9. 9 انا ابو حسين يستاهل. الله اكبر ما ادري قديه. تتحدى من هو في عجنها عجن؟ انا هني ما دام هو بينه وبينك ما رد عليه. ما رد علي ورطني سيد حسين القمر. اتحداك ها هذه باستا وسوي اللي بتسوي بتجي انت هني سيد حسين وبتجي. هذا انا ما عمري حطيت ترى مره من المرات ترى في حياتي. طبت من عند البيضه هي اللي استوت مو انا مسويها. في المقلبه بعد. طبعا نبى تعليقاتكم على باستا ابو حسين حبيبي. في التعليقات نبى يشتعل شعل هالتعليقات. لايك وشير وسبسكرايب ونلقاكم في حلقة الجاية إن شاء الله. أنا كنت بقولها سبسكرايب. يلا قولها. ما أعرفها لا. سبسكرايب. سبسكرايب. أنا كنت ما أعرف أقولها بعد. سبسكرايب. سبسكرايب. عدل. عدل مضبوطة عدل. شاركوا. أبو حسين كلمة أخيرة. حبيبي صراحة الشرف فيكم يا أخوي. سامحوني على بساطتي. لا. لا لأن أنا أحب أكون الأمر عائلي يعني. أحلى كذي. وتشرف فيكم يا أخوي و. شرف بجمهورنا الكريم وان شاء الله تعجبكم الحلقه وتعجبكم الباستا. انتم لو كنتم موجودين هنا كان تذوقتونا صراحه. ما حطي شويه كل ان شاء الله 100% راح افعل. يلا يلا نشوفكم على خير. خير في امان الله. نلقاكم الحلقه الجايه. يلا خلاص اخوي الجايه. هذا مشكله المصور حط باله ها يحط بعدين يشحن يشحن في اجك ان الساعة 9 يعني. لا لا بنتخلص انا من نجيب الاغراض. واجد تهدر بعد اخوي. اكو قاعد نسولف لناس تعجل سيد انت. خلا عفر حتى انتم ما تعرفين في كاميرات الطوب. هلا اخو يلا. كله مو انت وانا تشتغل ابو حسين؟ المرور. لا المرور عادي. مرور مرور الصبح اشتغل مرور الليل حرامي. لا اسمع هذا اللي يشتغل الصبح شرطي في الليل حرامي. المرور يعني الصبح مرور وفي الليل يطوف اشاره حمراء. لا لا احنا بنحط الطماطيه بعدين. اه روح روح دايك الدين ابو حماد انور واحده واحده ايش دراني جاي حق الفريق.